هاد لاكور بيعيطولها The Dunning-Kruger Effect اللي تقول بلي كل ما البنادم يكون قاري كل ما يشك في القدرات تاعو، وكي يكون البنادم ما يعرف والو يهضر شغل أينشتاين. دونك في هاد الفيديو راح نفهمو على هاد العباد متقنين بالعلم اللي ما عندهمش، وبان نفهمو هاد الفينومان لازم نتأملو في الدنيا اللي رانا عايشين فيها حاليا. رانا عايشين في القرن 21، عصر السرعة كل شيء يجري، وكاين بزاف لي زانفورماسيون يجونا من باطو وفي نفس الوقت. كي تكون برا كاين غير لي بيبليسيتي، كي تشعل التلفزيون لي جورناليست يعاودو نفس المعلومات وما يحاولوش يفهمو اسكو صحاح ولا لا. وكي تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي كاع الناس اللي يخمو كيف يتلمو في جروب مع بعضهم وما يخلوش بلاصة للنقد البناء. هذا الفينومان يعيطولو ايكو تشامبر، وهذه حاجة طبيعية خاطرش الانسان ما يحبش كش واحد يغلبو على بها ويسيك كونفيرميشن من في الاراء تاعنا. بان تقبلوا بلي انا غلطين لازم نديروا مجهود كبير. مشكل الزواج تاع لي شومبر ديكو هو انه ميم الا تدخل فيهم وماكش قانع 100% تخلص عليك داكر معهم، خاطرش هذه ثاني في طبيعه الانسان. وهذه بينها واحد العالم واسمه سولومون ارش، دار واحد التجربه وين حكم الناس في طريق، قال لهم اني حاب ندير لكم تيست باش نشوف اذا تشوفوا مليح ولا لا. لا واش دار؟ راح ورا لهم ربع خطوط وسقساهم واش من الخطوط عندهم نفس الطول. بصح هذوك اللي شاركوا في التجربه ما على بالهمش بلي راهم في جروب تاع لي زاكتور خالصين باه دائما يريبونديو غلط، ويقعدوا يريبونديو فوق حتى وين هذاك البراني يولي يريبوندي كيما هما. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. In the first test, the correct answer is 2. One. Once again, the correct answer is 2. Three. نقدر نلخص كاع واش هضرت لحد الان بالمقوله الجزائريه الشهيره اللي تقول سقسي مجرب وما تسقسيش طبيب. وكي تروح تهضر مع هذاك المجرب تلقاه قانع بروحو سير بوشو يهضر، عكس الطبيب هذاك ولا العالم اللي تلقاه دائما يوزن كلامه. وهذه شفناها مع الكوفيد على سبيل المثال، كانوا لي سيونتيفيك يقولوا اصبروا وي دونت فولي اندرستاند ذا ترانسميشن باترن اوف ات، وكانوا الجاهلين يخترعوا الدواء بالحشيش والعقاقر ويجوزوهم في التلفزيون. لكن انت اتصلتي ببرنامجنا الصباحي صباح الشروق وقلتي لنا انه عندك علاج لوباء كورونا وعندك حتى طريقه لتقدري انك تكشفي من خلالها على الاصابه بوباء كورونا ولا لا؟ نعم صح؟ نعم. شوف قاعده هنا قبلها كيفاش تستعملها؟ يديرها في نيفو حتى لهنايا لهنا طرف حتى شويه هكذا وديرها في نيفك منه من. اذا كان الانسان معطش ولا عطسه وحده ولا جوج صافي ما عنده والو ما عنده والو ما يدير لا سكانر كيما راهم يديروا في بسكره. It was at this moment that he knew he fucked up. عطس بزاف صافي راهو عنده المرض. روح شوف بسم الله لازم يعاود. باني فيتي وما نطيحوا في هذه المتاهات لازم نتوجهوا للعلم، بصح لازم نحاذروا رواحنا خاطرش الرشوة كاينة من فلاسيونس ولي سكوندال كاينين بالبزاف، أشهرهم هو تاع الدخان وين الشركات كانوا عارفين بلي الدخان مضر للصحة، بصح خباو هذوك الدراسات وداروا دي بيبليسيتي يقولوا فيها بلي الدخان هايل. Yes, you will feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That stale, smoked out feeling vanishes. That is wonderful. وكي الناس بدات تشك الكونغري الامريكان سقسى لي بي دي جي تاع هذوك الشركات وهذا واش ريبونداو. Touch on it and just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. We'll take that as a no, and again, time is short. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not. كي دول شافوا هذا المشاكل داروا قانون جديد ليسيف كاع العلماء يديروا شكون الممولين تاعهم في كل دراسه يخرجوها. دونك نتوما كي تحطوا تقراو كاش ايتود كاش بيبليكاسيون دائما شوفوا شكون الممول تاع هذيك الدراسه.
كي تحبوا تقراوا على كاش سوجي ما تروحوش تحوسوا عليه في جوجل، روحوا حوسوا عليه في جوجل سكولار، وفي معظم الحالات ما تقدروش تيليشارجيو ليتود اللي راكم تحوسوا عليها خاطرش لازم تخلصوا عليها. واش بزاف ناس ما على بالهمش سي كو كاش سيونتيفيك يدير بوبليكاسيون لازم يجوز على دي زيديتور كيما نيتشر ترونسات ولا اي 3 او. هادوك لي زيديتور يبعثوا هذيك الدراسه لدي سيونتيفيك واحد اخرين باه يقولوا اسكو هذيك الدراسه مليحه ولا لا لا، ولا يفاليديوها ثم تقدر تبيبليا. هذاك العالم لازم يخلص بها يبيبليا الدراسه تاعو، وهذوك العلماء اللي قراوها وفاليدوها ماشي خالصين داروها باطل. وانت ثاني لا تحب تقرا كش دراسه لازم تخلص باه تقراها. حاب يقول كاع هذوك الدراهم يروحوا عند لي زيديتور. كي لي سيونتيفيك شافوا هذا المونوبول تاع العلم اللي هما يتعبوا عليه ديسيداو يلونسيو سيت فيه كل شيء باطل سماوه ريسيرش جايد، وين يحطوا فيها الدراسات تاعهم وتقدروا تروحوا تيليشارجيوهم ديريكت من ثم باطل. عندنا من جهه المعلومه الخاطئه سهله تلقاها في فيسبوك تويتر انستغرام النهار بي اف ام فوكس نيوز والى اخره. من جهه واحده اخرى عندنا المعلومه صحيحه صعيبه باش نحكولها لازم تحوس عليها فيريفي بلي هذيك الدراسه نزيهه وتزيد تخلص باه تقراها. دركا وشنو الحل؟ كيفاه نجوز من موتن اوف ستوبيد الفاليو اوف ديسبير؟ اولا لازم نتعلموا نقولوا ما على باليش ونسكتوا، ماشي ما على باليش بصح كاين جارنا عنده عمو يعرف واحد قال لي بلي بالك ما على باليش نقطه انتهى. ثانيا نسيو قدر المستطاع نتحكموا على المعلومات اللي يجوزوا علينا. حاب يقول في مواقع التواصل الاجتماعي نتبعوا اصحاب العلم اللي يمدوا لي سورس تاعهم، هكاك نقدروا ننتقدوهم علميا بالدراسات وماشي بالاراء. ثالثا ما نعاودوش اي حاجه سمعناها بلا ما نفيريفيو بلي المعلومه هذيك صحيحه. في هذا الفيديو قلت لكم بلي هذا الجراف هو ليفي دونينغ كروغر والسير سمعتوا به من قبل، بصح واش رايكم لو كان نقول لكم بلي هذا الجراف ماشي هما داروه وما على بالناش من جا؟ الا تروحوا تشوفوا الدراسه تاعهم تلقاو بلي في التجربه تاعهم حبوا يعرفوا شكون اللي يقدر يعرف الا جاوب صحيح ولا لا في كاش اختبار بين واحد بروفيسيونيل وواحد ماشي من الدومين. لقاو بلي العباد الخشن يقدروا يعرفوا الا خدموا ولا لا، والعباد اللي خاطيهم تيريو برك، بصح جامي هضروا على موت اوف ستوبيد فالي اف ديسبير والى اخره. فيما يخص هذا الفيديو راهي خلصت، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، ونخليكم مع هاد لا سيتاسيون تاع ابراهام لينكولن. إذا عجبتكم الفيديو لايكين ابوني وبارتاجيو، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.